هذه رسالة للفنان المحبوب رشيد الوالي. واحد السلام عليكم وعواشركم مبروكة. سي رشيد تلعب حاليا الدور ديال سيدي أحمد في سلسلة عافاك أبابا، وهذه بعض الملاحظات على الحضور ديالك في هذا العمل التلفزيوني. حاجة الأولى اللي ضربت النفاس وهي الطريقة باش لعبتي هذا الدور. المفروض أنت تتلعب الدور ديال واحد المدير ديال المدرسة غير خرج تقاعد، يعني العمر ديالو 60 عام، وأنت وجهك في الكاميرا تعطي ما بين 55 عام حتى 60، نقدر نقولوا 62 عام. إذا ظاهريا ما كانش شي مشكل ما بين العمر ديالك كممثل وما بين العمر ديال الدور، ولكن فين أنت درتي المشكل؟ عن حسن النية. أعطيتي لهذا الشخصية واحد الصوت سواليزون كبير ومبحبح ديال واحد عنده 75 سنة وما فوق. هذا الصوت ما راكبش مع الجسد ديالك، وبالتالي ما راكبش مع الدور اللي تتلعب. هنا تنهضروا على نشاز، وزدتي على هذا النشاز في الصوت اختيار مبالغ فيه في الحركات الجسدية اللي أعطيتي لهذا البرسوناج. مثلتيه شوية مقوس، شوية مرضن، سروالو طلعتي اللي يحتل تلعنقو، تحاجة مراكبة هي هادي. بعبارة أدق، وليتي أوفر، وليتي لعب فوق من الدور، وليتي تدير لو سيرجو. أشنا هو هاد لو سيرجو؟ نتخيلوا مثلا أن هاد الكاس هو الدور لي سيدي أحمد. عندنا ثلاثة ديال الطرق باش يمكن نعمرو هاد الكاس، باش يمكن نمثلو هاد الدور. الطريقة الأولى غنعمرو الكاس حتى لهاد القياس. هاد القياس معقول جدا، نردوا البال كاينين حويجات اخرين غيدخلوا في الدور ديالنا غيزيدوه جمال ويعمروا هادشي اللي باقي. بحالاش في الوقت ديال التصوير كاين الكادر، كاين لا كومبوزيسيون، ليكليراج، لا ميزون سين. من بعد التصوير يعني لا بوست برودكسيون، كاين الموسيقى، كاين لي زيفي، كاين تصحيح الوان، كاين مجموعه ديال الحوايج. الا عمرتي الكياس حتى لهاد الحد غتكون عطيتي البيرسوناج الحق ديالو لا اقل ولا اكثر. هادشي تيتسمى الدقه، لا بريسيزيون، لا جوستيس، يعني عبار. بحالاش؟ بحال الصوت والتعبير الجسدي اللي عطى كمال كاظمي لحديد دان. كاع الاختيارات ديالو في حديد دان كانت متآزرة متناسقة، وتيقناه. انا شخصيا سي رشيد تيقتك في ادوار اخرى، هاد الدور ما تيقتكش. الطريقة الثانية اللي عمرنا الكاس وفتنا القياس تنطيحو في لو سيرجو بحال هاد الشكل، يعني لعبنا أكثر مما يطيق المشهد أو البرسوناج. الطريقة الثالثة في اللعب تتسمى لو سو جو، يعني لاعبين تحت من الدور، لاعبين أقل مما يتطلبه المشهد أو البرسوناج. واخا علاش الممثل تيطيح في هذا المشكل ديال لو سيغ جو؟ تطيح في هذا المشكل ديال لو سيغ جو ملي تتبغي تبين الحالة، تتبغي تبينها بزاف، ومن كثرة ما تتبغي تبينها بزاف تتزيد فيه، وملي تتزيد فيه ما تنتيقوكش، وملي ما تنتيقوكش تتولي كلون. المنبع ديال المشكل فين كاين عندك السي رشيد في هذا الدور؟ كاين بجوج الحوايج. واحد، اختيار غير موفق. الدور اللي لعبتيه السي رشيد كان خصو يلعبو شي ممثل كبر منك في السن، مثلا محمد الجم، صلاح الدين بن موسى، وغيرهما كثير من الذين يموتون في صمت. الحاجه الثانيه، الا كان لابد خصك تلعب هذا الدور لسبب معين، خصك جدي الحوايج. ألف، المكياج. ب، التدريب قبل التصوير. بين قوسين هاد السلسلة كتبوها سبعة ديال الناس، الجودة ديالها حسب تقديري المتواضع 0 على 10، يعني هاد سبعة الناس كل واحد فيهم ساهم بصفر. اللهم لا حسد نسد القوس. سي رشيد الوالي، أنت ممثل محبوب وعندك الجمهور ديالك. اختيارات بحال هذه لن تضيف لرصيدك الفني شيئا، بالعكس غتخسرك نقاط وغفابور. سي رشيد، إلا كنتي تتبغي تلعب أدوار كبر منك في السن أو أدوار مركبة، لابد من ثلاثة ديال الحوايج. أولا التكوين المستمر، ثانيا التكوين المستمر، ثالثا راك عرفتيها، التكوين المستمر. سي رشيد خليك غالي وعزيز، واشك مبروكة. بكل حب واحترام وتقدير تنتمنى نشوفك المرة الجاية في دور بسيط عميق ممتع يفكرنا في المتعة اللي كنا تنعيشه مع المرحوم بإذن الله سيدي محمد البسطاوي. سي رشيد أحبك.